طول الوقت بيكون عندنا أسئلة مش لاقيين ليها إجابات، وقعت في مشكلة ومش عارف تخرج منها إزاي، حد خد حقك وعاوز ترجعه، اتظلمتي ومش عارفة تتصرفي إزاي. كل دي أسئلة هجاوبكم عليها في اسأل المحامي. اسأل المحامي برنامج أسبوعي على شاشة الوطن. انتظروني الاثنين من كل أسبوع. طارق جميل سعيد.